والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. سارة نجيب التفاصيل. سارة. شكرا لكم محمد وإلهام. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليار و878 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 34 مليار و806 مليون دولار في يونيو الماضي. وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو على اعتماد مبلغ 235 مليون و955 ألف جنيه ل 352 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية يبلغ أكثر من 5000 رأس، بذلك يصل إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و40 مليون جنيه لحوالي 42760 مستفيدا لتربية وتسمين ما يزيد عن 493 ألف رأس ماشية. في أسواق المال، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تداولات مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.200 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17697 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة. في أسواق المال الخليجية، أغلق المؤشر القطري على ارتفاع مدعوم بصعود أسعار النفط بعد تخفيض كبار المنتجين حجم المعروض، بينما أغلق المؤشر السعودي منخفضا على خلفية ضعف أرباح الشركات. وارتفع المؤشر القطري بنسبة 2% منهيا جلستين من الخسائر، ووصل المؤشر السعودي خسائره للجلسة السابعة على التوالي، إذ أغلق على انخفاض 2%. أقر مجلس الوزراء الأردني تمديد العمل بقراره السابق المتعلق بإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ 2 أغسطس الجاري، وكمهلة نهائية وأخيرة جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة. تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف ليسجل 54 نقطة في يوليو مقابل 53.8 نقاط في الشهر السابق. ومع هذا الارتفاع، يكون القطاع الخاص غير النفطي في قطر سجل نموا للشهر السادس على التوالي بدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة ومؤشرات الإنتاج والتوظيف والأنشطة الشرائية أيضا.
أعلن صندوق التقاعد الحكومي الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، تسجيل مكاسب قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 133 مليار دولار، وذلك بفضل الأداء الجيد لسوق الأسهم المحلية والسندات العالمية. وأظهرت البيانات أن الأسهم المحلية اليابانية كانت الأفضل أداء بين استثمارات الصندوق، حيث بلغت مكاسبها ربع السنوية 14.4% مع ازدهار السوق اليابانية مدعومة باستقرار مؤشرات التضخم. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى إلهام ومحمد، إليكما. شكرا لك سارة نجيبة.